أهمية وجود المملكة الأردنية، إذا كنا حضرتك تحدثت عن دور مصري في حل القضية الفلسطينية ورعاية مصرية لمفاوضات، نتمنى إن شاء الله أن تكون يعني نصل قريبا للمفاوضات المباشرة بين فلسطين وإسرائيل، لكن أهمية وجود الأردن، حضرتك بتقول إنه ما فيش حل بدون مصر والأردن، أهمية وجود الأردن كبلد جوار وكمشرف جلالة الملك على الأوقاف المسيحية والإسلامية داخل مدينة القدس، هي أهمية الأردن اللي استضافت في مراحل كثيرة كثير من اللاجئين الفلسطينيين كعنصر أساسي في حل هذه القضية. يعني الأردن تشكل من أهم الارتكازات لحل القضية الفلسطينية، جانبا إلى الإشراف على المقدسات الدينية المسيحية والإسلامية في مدينة القدس، أيضا هناك منطقة الأغوار واللي هي لب الصراع في مناطق الضفة في المنطقة سي. هذه الأغوار إسرائيل حاولت أن تضمها في خلال فترة رئاسة ترامب، وكان الدور الأردني وأهمية الدور الأردني استطاع أن يوقف هذه عملية الضم إلى جانب النضالات الأخرى التي قام بها الشعب الفلسطيني والدعم المصري، لكن الأردن أوضحت لإسرائيل أن ضم الأغوار إلى إسرائيل يشكل تهديدا حتى لاتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل. بالتالي هناك مؤشر مهم يجب أن ننتبه إليه جميعا، أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر والأردن هي قضية أمن قومي لكلا الدولتين، لأنه تداخل سواء كان على المستوى المجتمعي أو حتى على المستوى الحدودي أو حتى على المستوى السياسي والأمني باعتبارهم دول جوار هو جزء لا يتجزأ من أمنهم، بالتالي الاستقرار في فلسطين يؤدي أيضا إلى مزيد من الاستقرار في الدولتين ويجنب المنطقة دوامات من التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى ردود فعل بنفس الطريقة ونفس النهج. هذا الأمر محل اهتمام القيادتين المصرية والأردنية. طيب فندم، يعني غور الأردن دي أراضي كده، أنا فاهم من حضرتك أنها أراضي أردنية، ده احتلال جديد بقى لدولة أخرى ذات سيادة مش بس فلسطينية. لا هو الأراضي الأغوار هي تسمى المنطقة الأغوار هي أراضي فلسطينية، ولكن نتيجة للتواصل الجغرافي أو الارتباط الحدودي بين الطرفين يعتبر تماما كما في سيناء والعريش، هي جزء من الأمن كما في عفوا في رفح في سيناء، هي جزء من الأمن القومي المصري. طبعا طبعا وهي اسمها غور الأردن لأن دي كلها زمان كانت دولة واحدة، يعني مش كانت دولة واحدة، لكن هي تسمى الأغوار الأردن لاقترابها أو في اختلاط بين الأراضي الأردنية والفلسطينية في هذا الجانب، إضافة إلى أن الأغوار هي سلة الغذاء الفلسطينية وبدونها لا يمكن لدولة فلسطينية أن تبقى حية، بالتالي تدمير حل الدولتين يتأتى من وراء الاستيلاء على الأراضي من ضمنها وأهمها هي غور الأردن، ودفاع الفلسطينيين وحتى الأردنيين ومصر في اتجاه عدم ضم الأراضي الفلسطينية هو لإبقاء حل الدولتين قائم ولمنع أي تهديد على إقامة دولة فلسطينية في المستقبل على أراضي عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.